واحد السلام عليكم الحباب وتحياتي لكم خويا. الله يحفظك الله يسهل. كيف دايرين؟ انا لاباس عليكم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير. السوق ديال اليوم ديال 16 غنشوفوا الاثمنه ديال الخيول، وزياده عن هذا ان شاء الله غادي نشوفوا الاثمنه ديال اضاحي العيد. بزاف الناس كومونطاو في الفلوغ اللي فات قالوا لي يا خويا اشرف ما عرفناكش واش معانا ولا مع الكسابه ولا مع هادي الخوت. قسما بالله العلي العظيم والله ما كرهت المغرب كله يعيد فابور ما يخلص شي واحد شي حاجه، حيت انا راه مسلم وغادي تبغي اي واحد لا يكتمل ايمان المسلم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ما غيمكنش انا غنبغي الكسابه الخير وغنبغي المواطن الشر. راه بحال الكسابه بحال المواطن، اللهم الف بين القلوب والله ينزل الرحمه بيناتنا، حيت مسكين المواطن محن كي غالي الزيت غالي الموطة والكرا هذه، والكساب تا هو محن تا هو عدو الزيت تا هو عدو الديك تا هو عدو الموطة وتا هو عدو العلف والنخالة والشمندر، هذيك راه مصيبة عظمى. زيادة عن هذا عنده المازوت وعنده مهم الخوت، راه البركة اللي كاينة قسما بالله. ودابا نمشيو للسوق نفلوكيو ليكم والله يدير الخير. اوا الخوت نداو بسم الله على بركة الله. كيف ما كتشوفوا السوق ديال الخيل راه خاوي، علاش؟ حيت دابا راه بدا السوق ديال الغنمي، راكم كتشوفوا تبارك الله شحال عامر. دابا غتبدا الرحبة ديال الخيل كتخوى، حيت الناس غادا توجه الغنم باش يبداو التجارة في الغنم. الناس غادا توجه الغنم والناس كيمشيو مساكين يبداو يوجدوا العيد، والله يسهل على الجميع. المهم هاد الخويلات غنهاودو نشوفوا كل واحد وثمانه. الله يحفظك الله يكبر بك. نعاودو نشوفو كل واحد وثمانو الله يدير الخير. ازرق تبارك الله مليح، عاطين فيه جد الملين وربعين، كاين الزين تبارك الله الله يدير الخير يا رب الله يبارك تبارك الله. واحد نعاود مليح هاد السيف شعيب خويا الله يحفظك. اش عطاوك الباترون؟ 300,000 هي تقريبا 15,000 درهم. بسم الله ما شاء الله يا والله يدير الخير في ملكي ديال خويا بشعيب اللي بغى راه يتصل به. راه الصفاره ما كاين لا ديفول هو، الله يسهل على الجميع. راه اللون راه برقي محروق ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. الله يسهل على الجميع الله يدير الخير الله يدير الخير. اش دير في السنه صاحبي؟ جموع جديد تقريبا عنده شي 5 سنين ياك، شي 5 سنين شي 5 سنين تقريبا. الله يسهل الله يصلح. المرقد راه ولاد السعيد راكم عارفين. الله يحفظ. لا 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 برحو الله يحفظك ليا. كيدير بخير هاني وكيدير الرحبه ديال الغنمي. كاين شويه الثمن ياك برحو، وتحياتي لك برحو الله يخليك لينا. هذا راه هو اللي كيعطي شروي التحيه برحو، راه هو هذا اليوم معنا على المباشر. تحيه لياسر الله يحفظكم لي الله يخليك لينا برحو الله يحفظك وبخير. هاني لاباس عليك الله يكبر فيك وكل شيء مزيان. تحياتي الباترون الله يسهل عليك. انا الخوت المليح تبارك الله، اعطينا 6500 درهم اللي عطاوه، ولكن راه باقي يتزاد في الثمن. اللون ديالو هذا راه دهم، اللون ديالو دهم هو كحل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش في اللون ديالك. يدير العود ديالك مالين شويه واحد زرق. ايه والله يصلح لك الله يجيب تيسير الله يسهل الله يجيب تيسير اخويا الله يسهل الله يسهل. انا خيرات ولاد حدو الله يصلح. شتاوكم فيها البدر؟ 10,000 درهم. تبارك الله المليح اخويا الله يدير الخير. كاين القدار حتى الصغر راه كاين ياك، باقي يكون جموع جموع جديد باين عاود راك ياك بالوريقات ديالو. تبارك الله الله يسهل الله يجيب التيسير. دارك يتسمى الزرق كحل، راه بالكويرطه ديالو عاطينو 10,000 درهم الله يسهل على الجميع والله يسهل اخويا الله يجيب التيسير الله يصلح الله يسهل. اللهم بارك الله يجيب التيسير للجميع الخوت. راه الخويلات كيف ما كتشوفوا قلال، السوق ما موالفش والسبب هو الغنم. هادشي علاش والله يسهل على اي واحد الله يدير الخير. الناس اللي كيسولونا على العودات، انا المليح الخوت وراك تبي ديكري الله يرحم بو عبد القادر في هذا النار. والله الله يرحمه في هذا النار، راك راجل عزيز
امين الله يحفظك. تحياتي صاحبي. الوريقات ديالك اخويا غنشوف اش بنت نسيم. تحياتي السي المختار. سبع اخويا راه نتوما بيديغري التعشيره يا اخويا شيهان أيه. أيه. هاد الورقه الخوش ملي كتهد العوده كيعطيو هاد الورقه باش الجدي عليه يتزاد يتيراو ليه اوراق. اي والله المعقول المعقول كاين. ها نتوما الخوش راه بيديغري. اييه راه شنا اخويا باشكو. تحياتي الجواكه. تحياتي اخويا باشكو. الله يحفظك ليا ودي باشكو. الله يكبر لك. الله يخليكم لينا حتى نتوما راكم خوذنا. اش اخويا الله يحفظك. وريو سي اشرف. الله سي الله يرحم الوالدين. راه هادي الخوت راه هي اللي كي باش تجبد الكارطة الجدع. الله يدير الخير. واش عطاوكم هاد الدراري 10000 درهم وما هادشي اللي عطاوهم؟ شحال كطلبوا اخويا بشعيب؟ قالوا اليوم قادو. المهم الدراري راه ميسرين. اللي بغى شي واحد مرحبا بالجميع. الله يسهل عليك. الله يعاون خويا المختار. خويا بشعيب الله يعاونك. راه يتصلوا بيا ومرحبا. هذاك الشيء اللي كاين. الله يحفظك. الله يسهل على الجميع. تحياتي لخويا. الله يسهل عليك. واش عطاوك خويا في البرقي؟ 6 درهم 6000 درهم. هو الخوت عاد خونا وحبيبنا السيد. راه معقول اللي بغاه مرحبا. راه برقي اش داير في السن؟ عدوا 7 سنين. ها انتم الخوت كتشوفوا. الله يبارك. الله يدير الخير. وراه حتى كارانطي. حنا كون ما كنتيش كارانطي ما نصوروش معاك. تحيه لصاحبي. الله يسهل عليكم في هذا النهار. الله يجيب التيسير. الله يبارك. الله يسهل. انتم الخوت من سوق سطات. الله يدير الخير. الله يحفظك اخويا. الله يسهل. انا الخوت مع واحد السليماني حتى هو معطيه فيه 15000 درهم ياك اخويا. 15000 درهم عاود مليح حتى هو. هاد اللون الخوت كيتسمى سليماني وليمو تكنيك كيتسمى الزون. هي برقي سليماني. الله يسهل على الجميع. معطيه فيه 300000. الله يدير الخير. انا الخوت مع راس راس السوق اليوم تبارك الله. الله يصلح. معطيه 3 ملايين ياك اخويا. تبارك الله. الله يبارك الخوت. راه عاود تبارك الله في المستوى. داب عقاله وزين وتباته وكل شيء وقدام. الله يصلحوا لمولاه. الله يبارك. الله يبارك خويا الزين. لا لا يكون في الرحبه. يكون هنا في الرحبه ديال الجران. مرحبا. الله يبارك. الله يبارك خوت. كل شيء يذكر الله. الله يرحم الوالدين. كل شيء يذكر الله. الشروط كاينه. الدراري راه وجههم نقيره ماشي وتنضع عندهم ياك. زين ولا طاي. الله يسهل عليهم في هذا النهار. الله يجيب لي شي خيمه كبيره. الصلاح كاين. اي والله يجيب لهم شي خيمه كبيره. الله يدير الخير. لا احنا ما عندناش اخويا. احنا اليوم ما كاينش الخيم. قليل الخير والله. داك اللي من هي ها راه كتبورد هذيك حتى هي مع الخيل. عادي عادي. واش ندير؟ ما نقول لك سهل. شوف هاد الخويلات هادو تبارك الله. الله يبارك. الغنمي اخويا الغنمي. قليلة حيت الغنمي اخويا الغنمي دابا وقت العيد. الله يدير الخير. الله يدير الخير. الحباب ومنين جايين هادو اخويا؟ من طاليا. شو الله يبارك. كتفرجوا في خوكم اشرف؟ اشرف ديال الخيل. كيدير اخويا بخير؟ هاني. الله يحفظك ليا. الله يسهل عليك. وحشماني مساكن. موجود اخويا موجود. مرحبا. الله يحفظكم ليا. الله يحفظكم ليا. الله يكبر بكم. الله يحفظك. مرحبا بكم اسيدي. مرحبا مرحبا. الله يدير الخير. الله يحفظك. الله يكبر بكم. الله يدير الخير. الله يدير الخير. احنا الخوت مع واحد جوج خرفان اخرين عاطين فيهم 138900 درهم. لا والله يدير الخير.
الله يسهل على الجميع. انتوما النقا راه هو ضروري في الاضحيه. الله يسهل اخويا، الله يجيب تيسير. الله يسهل خويا، يا جوره مع يا جوره. ايوا الخوت، احنا مع واحد الجلبه اخرى. الله يبارك. اش تاكل فيها اخويا؟ اي حاجه كتسد اخويا. ها 70 لواحد 3500 درهم. يا والله يسهل على الجميع. الله يسهل، الله يبارك. انا الخوت والسنة اش دايرين؟ فيهم 2 سنان الحليب، فيهم 2 سنان الحليب. انا ان شاء الله غادي نوريكم شي حاولي 2 ونوريكم شي حاولي سنان الحليب، والله يدير الخير. انا تبارك الله هذه معطيه فيها 84000. انتوما كتشوفوا، الله يبارك. الله يدير الخير. هات اخويا الخدمه ديالها، والله ما كايناش شر القطع. الله يسهل على الجميع. ايوا الخوت، حنا مع احد المتتبعين، تا هو مسكين جاي يبيع الغنم. تحياتي ليك خويا، السلعه ديال الدرويش. الله يسهل عليك. اش عطاكم فيها خويا؟ 2000 درهم. انا الخوت هادو راه معطيه فيها 2000 درهم، فيها 6 حبات، ولكن الا بغيتي يفرد لك المليح فيهم راه غيكون غلا، ما غاديش يقدر يبيع لك بثمن الجمل. ياك اخويا، الا بغيتي تعزل المليح ما غاديش يبيعو ب 2000 درهم، تبيعو فرادي بوحدو، يكون ثمنو بوحدو. بحال دابا الكبير فيهم يتباع ب 50 54، والاخرين يتباعو بثمن اقل. الله يرحم الوالدين اخويا، الله يسهل عليكم. الله يسهل، الله يدير الخير، الله يعاون. تبارك الله. سلعة ولاد سعيد جيدة. النقا، النقا تبارك الله. أعطينهم 8000 درهم تبارك الله. الله يبارك. أش دايرين في السن؟ سنان الحليب. سنان الحليب تبارك الله. أنا الخوت. معطيه فيهم 8000 درهم هاد الجوج، تقريبا 4000 درهم الواحد، وراه غير سنان الحليب. الله يسهل على الجميع، والله يوجد الجميع يا رب. وتحياتي الكسافة، الله يسهل اللي ضاربين تمارة تما مساكن، والله يسهل على الجميع، الله يسهل على الجميع. انا الخوت، والله يعاونك اخويا، الله يسهل، الله يجيب تيسير. الله يسهل، الله يسهل. انا المليح اخويا، الله يدير الخير. ٣٨٠٠ درهم تبارك الله. الله يدير الخير. الخوت، من بعد ما شفنا السوق ديال الغنم، دابا نمشيو نفطروا بالسفنجات بلديين، الله يدير الخير. انا الخوت، انا جيت عند صحابي، انا عند صاحب كيداير اولاد سعيد هانين. انا الخوت بالنسبه للناس ديال السفنج، انا الخوت ناس الجاليه ما كاين، الله يدير الخير. حنا قرنا الثمن ديال الحاوليه، حنا جينا نضربوا واحد البريري ديال اتاي زيد غلا الصاحب، وتا هو غلا زيد، وها تا قولها للجمهور، قولها لهم العظيم. اي والله يدير الخير. 2200 البوديزه، 2200 البوديزه مساكن اما تما اللي نسفن شقارو بهذا الغلاء. وكنقولوا للناس راه من المازوط، راه هو اللي كيقلب، هو اللي كيدير. كيقول لك لا، ما المازوط كياكلوا الحواله. والخوت راه المازوط راه كيغلي كل شيء، الله يرحم الوالدين. راه المازوط الى غلا، الكاميون اللي غيدي الزيت غيغلي الزيت، والكاميون اللي غيجيب العلف غيغلي العلف، اللي غيدي الدقيق غيعلي الدقيق، اللي غيدي مطيشه غيغلي مطيشه. راه ماشي كياكلوا الغنم، كاينه ولا لا؟ الله يرحم الوالدين. اي والله يدير الخير. ارانا اخويا نفطروا، ها صاحبي هو اللي غيفطرني انا. الله يسهل اخويا مصطفى، انا الفطور راه عطاو لي الحباب، انت غتعاوننا بواحد البراد ديال جاي. كي داير با الصطوف؟ وشحال هادي ما شناك اخويا. اي والله يدير الخير. انا شو الكبه كي دايره من عند خويا مصطفى. اي والله يدير الخير، الله يخلف عليك با الصطوف. الله يدير الخير. تحيه للسبوعه ديال السوق، الله يحفظك. تحيه للاسود، الله يحفظك.
10. الكريم ديال بصح دابا الكريم علاش كتقول الراجل اللي كيبقى معقول ديما ابو حامد. امين سيدي عواشر مبروكه. امين خاصه الجمهور الكريم الله يحفظك. حنا خبرنا عليهم في شي لاله واني راه عارفينك حنا الضروبه والبقر. كنت فرح بالبقر هاد الايام واليوم هذا رانا جيت رجعت رحمه الخير وين رحمه الخير ولا فيها شي لاله ظلم ولا اله الا الله ابو حامد. ماشي لا ظلم سيدي حنا مراعي الناس الناس راه باش راعي امور القلب الكبير هو اللي غيربح با وبدريس راه كنتي في رحمه الغنمي. كون واحد كيربح من النيه ديالو مشي رحمه الغنمي اخويا. الحولي غالي كاين الثمن غالي والمليح كاين الثمن اخويا. مشاهدين باش نوصيكم الله كلشي غالي انت واحد ما يخاف تبدا من 24 ما كتسالي حتى 110 انت وجهدك. اللي بغى يشري الحولي يشري شويه في اتساع راه غادي يكون عنده القضيه مزيانه. ابو حميد غادي نمشيو ان شاء الله بو محمد الله يسهل الله يجيب التيسير. امين امين. وحنا عند خويا يونس مول سروجه تحياتي لبو يونس الله يحفظك ليا الله يكبر بك. تحيه للشباب الله يحفظكم ليه الله يحفظك ليا عشيري. واه سروع هذوك راه المرزاق هذوك اخويا سروع المرزاق هذوك. اياه مرحبا سروع المرزاق هذوك اخويا واش غدير والله يدير الخير. هانتوما الخوت اللي بغى شي قباب ولا شي حاجه قيادات كلشي كلشي كاين هنا كلشي كاين وما كاين الله يدير الخير. مرحبا تحياتي خويا الله يحفظك ليا ومرحبا بك والله الا كلشي مزيان الله يحفظك الله يرحم الوالد. واو كاين كاين تحت راه واقيلا غيخرج دابا كان شرا شي غنم وغيخرج. اي أيوة والله يدير الخير الله يحفظك. اشكالات شحال دايرين شحال دايرين اشكالات 10 دراهم والقيادات 20 درهم. ايوا القيادات 20 درهم ديال الصمطه باش ما يدبروش الخيل والقباب هادو 80 درهم واقيلا هاد القباب القب بوحدو بلا فاس هادو 40 درهم وهادوك هادوك ديال الصم 100 درهم. المهم راه الثمن مناسب ثمن مناسب للجمهور اللي بغى شي حاجه مرحبا. الرسونه راه من 20 درهم حتى 300 درهم ياك اخويا حتى 400 درهم كاع. دابا سلعه الكونكور راه هي. المهم اي حاجه بغيتو عند خويا يونس كاينه. اللي جا عندك من طرف اشرف قول ليه شي ثمن مزيان الله يدير الخير. والخوت للاشاره راه غادا تكون ان شاء الله المفاجاه يوم الاثنين غندير واحد الفلوق مع واحد السيد اللي كيتعد من اشهر الناس صناع المحتوى راه غادي يكون فلوق ناضي ان شاء الله. يلا خويا يونس الله يعاونك الله يسهل. ايوا الخوت سوق سهل نتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون نال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله ضروري ما تفرجوا في هذا الفلوق نتلاقاو ان شاء الله يوم الاثنين حيت غيكون خونا امين العوني غادي يكون معنا وغادي نديروا فلوق وغادي نشرح لكم فيه بالتفصيل الممل اشنو هي التبوريده وكيفاش التبوريده وداك الشيء غيكون ان شاء الله توب دي توب والله يدير الخير. ايوا الخوت الفيديو ساله الا عجبكم الفيديو خليو لينا واحد لايك وكومونتير وبارطاجيوه مع الحباب واللي ما مابونيش معنا في الانستغرام يتابونا السميه راه هي هذيك والرابط راه في صندوق الوصف. الى اللقاء الى فلوق اخر ان شاء الله.